أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن الغرامة اللي هتفرضها الحكومة وتفاصيل تطبيق مشروع قانون منع الغياب من المدرسة. هنعرف التفاصيل، لكن قبل ما نبدأ تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم. أوضحت الحكومة المصرية رغبتها الكبيرة في العمل على مواجهة ظاهرة التسريب من التعليم والغياب من المدارس، واللي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المراحل الدراسية المختلفة، وأكدت كمان على تعديل بعض القوانين، والتعديلات دي تتضمن فرض عقوبات لمواجهة الظاهرة، وكمان معاقبة أولياء الأمور على غياب الأطفال المستمر عن المدارس، وده طبعا حرصا على استكمال التعليم الأساسي. وهنبتدي دلوقتي نعرف ايه هي الغرامات وايه هي الطرق اللي هيصدرها اللي موجودة في القانون لمنع الغياب عن المدرسة. أول حاجة فرض 500 جنيه غرامة الغياب عن المدرسة، وطبعا ده جه رسميا في مشروع قانون التسريب من التعليم، وجاء القانون بيتضمن تطبيق تعديل على مادة واحدة فقط، وجاء التعديل بتضمين يتضمن انه يتم معاقبة والد الطفل او ولي امره في حالة تغيب الطفل عن المدرسة، وذلك من خلال فرض غرامة بتبدأ من 500 جنيه ولا تتخطى 1000 جنيه للولد، وذلك في حالة ان يتم تخلف الطفل او انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة، على ان يتم تطبيق ذلك من خلال اسبوع من تسلم النص دوت. وكمان اتكلموا على تفاصيل مشروع قانون التسريب من التعليم، وجاء النص الخاص بالمادة 19 من قانون التعليم انه يتضمن في حالة لم يتقدم الطفل الى المدرسة في الموعد المحدد، او في حالة عدم مواظبة الطفل على الحضور، من الضروري ان يقوم ناظر المدرسة بتقديم انذار الى والده او ولي امره، وذلك من خلال كتاب يتم توقيع الوالد عليه، وفي حالة تغيبه او كذلك في حالة ان يتم رفض استلام الكتاب، في هذه الحالة يتم تسليمه الى مركز الشرطة، وفي حالة عدم تقديمه الى المدرسة خلال اسبوع من تسليم الكتاب، في هذه الحالة يتم فرض غرامة مالية بتكون من 500 جنيه الى 1000 جنيه. دوت مشروع قانون التسريب من التعليم، ومشروع كمان الغياب من المدرسة والغرامة اللي هتفرض على الغياب من المدرسة خاصة في التعليم الأساسي. إن شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم، ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم. شوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.